وهنا اسمحوا لي بقى ان انا اقول حاجه جوايا، يعني محتاجه ان انا اتكلم مع كل المسؤولين عن الرياضه في مصر فيها. يا جماعه، الدنيا حوالينا بتتغير وبتتطور بسرعه جدا، واحنا محتاجين نتحرك، محتاجين نفكر، احنا كده ممكن الحقيقه يفوتنا حاجات كتير ونتعطل اكتر. انا بتكلم عن الرياضه المصريه بشكل عام. مش معقول مثلا، ده مثال، مش معقول الاتحادات الرياضيه بقى اعتمادها الاول، كل الالعاب اعتمادها الاول ويمكن الوحيد حسب معرفتي يعني في مواردها على الانديه، مواردها من الانديه، والانديه في نفس الوقت بتبحث عن موارد، الانديه نفسها بتدور على موارد. يا جماعه، لازم يكون في امور لازم نعالجها بسرعه، الامور بتتصعب، وده امر يقلق القطاع الرياضي كله وخاصه الانديه الجماهيريه، الانديه الشعبيه. لازم تكون في قرارات او مقترحات عاجله يتم تنفيذها علشان نساعد الانديه الشعبيه، وكمان نواكب التطورات اللي بتجري حوالينا واحنا ما زلنا زي ما احنا. الحاجه المهمه جدا واللازم نتكلم عنها هي المسانده من مؤسسات الدوله وقيادتها لكل المنظومه الرياضيه، في المقدمه طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. احنا بنشكره طبعا، وبنشكر كل مؤسسات الدوله الوطنيه اللي بتساند كل الانديه والهيئات الرياضيه.